أحمد الثوادي في حوار مع المساعدين قبل ما يعطي إشارة انطلاقة المباراة. وبالفعل الكرة الأولى للنادي الأفريقي في محور الدفاع. اسكندر العبيدي يطول في اتجاه رشيد العرفاوي وحمدي العبيدي. حمدي العبيدي وزع في منطقة الجزاء كرة عند الحارس سامي هلال. متفطن اسكندر العبيدي. اسكندر ورعية الكرة للحارس معز حسن. الضغط من جانب حمزة الخضراوي والخضراوي يتدخل وفي الأخير مخالفة لحارس الأفريقي في مناطق الأفريقي. والانطلاقة من الزوائر الذوادي كرة لغيث الزعلوني خطيرة الكرة التوزيع. فرصة الأول فرصة الأول يتصدى يتصدى الحارس سامي هلال والكرة 6 أمتار. أول الفرص أول المحاولات الخضراوي أمام زهير الذوات يقطع الكرة على الهجوم المعاكس يعود الأفريقي وسام بن يحيى طويلة لحمدي العبيدي خطيرة الكرة داخل منطقة الجزاء يتصدى يتصدى سامي هلال والكرة في الركنية. كرة خطيرة في مناطق الأفريقي التوزيع ثم التصويبة يتصدى الحارس معز حسن. نضال الليفي كرة خطيرة في مناطق الأفريقي التصويبة التصويبة ما مشيتش بعيدة برشا على مرمى الحارس معز حسن. والكرة طويلة لآدم التاوس. عيدو يحضر من جديد لآدم التاوس يخسر الكرة. وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم أحمد الثوادي إشارة نهاية الشوط الأول 0-0 التعادل بين الفريقين. إن شاء الله كي نشوفوا الأهداف مع انطلاقة الشوط الثاني. آدم التاوس ورية الكرة لأحمد خليل باش يصوب خليل يصوب خليل والكرة في الركنية يتصدى الحارس سامي هلال الكرة في الركنية. ياخذ شارة التنفيذ وسام يحيى التحذير بالرأس الكرة في القائم الثاني. والانطلاقة خطيرة من هيثم جوين يعمل مراوغة خطيرة الكرة الأخيرة من جانب الملعب التونسي ضاعت. لوحة الجماهيرية أكيد بال الإفلام في المدرجات تصنع الفرجة مع لاعبي الفريقين على حدود منطقة الجزاء. وسام يحيى في التنفيذ يتدخل الدفاع في مرولة ثم وسام يحيى يخسر الكرة الهجوم المعاكس الملعب التونسي طويلة الكرة خطيرة الانطلاقة لكن بعيدة بعيدة والتماس يعود لنادي الأفريقي. يحضر بيكورو كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء التوزيعة والدفاع يتدخل والكرة في الركنية. مرت منهم دقيقتين. هذه كرة خطيرة في دفاع النادي الأفريقي. الدفاع يتدخل في مرولة ثم في الأخير الكرة الحارس يتصدى في اتجاه طيب المزياني. يحتفظ بالكرة طيب المزياني يحاول المرور يدوم من جديد الكرة طيب المزياني يصوب تضرب الدفاع خطيرة الكرة تعود لبيكورو ومن جديد تدخل الدفاع الملعب التونسي. كرة باش تكون داخل منطقة الجزاء التحذير بالراس والكرة في الركنية. تعادل كذلك في كلاسيكو النجم والسياسات وبالفعل في هذه اللحظة التعادل رقم 18 في تاريخ مواجهات الفريقين 0-0 بين النادي الافريقي والملعب التونسي في الديربي لا غالب ولا مغلوب.